يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وصان شهره، يعني صام شهر رمضان بصيانة، ما في عين تناظر الحرام، والله انا اتابع المسلسلات اللي تبث في نهار رمضان او في ليل رمضان تتكلم عن قضايا اجتماعية وتعالج قضايا مهمة وهي كلها نساء واغاني وكذب وغير ذلك، ولا استمع الى ما حرم الله بحجج واهية، ولا اضيع صلواتي، والله انا كنت نايم ما قدرت اقوم، ولا اغتاب، ولا 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 وعد من لستة الأخطاء والذنوب التي يقع فيها بعض الناس. من صام رمضان بصيانة صان شهره، في صيانة في خوف من الله. قال الله جل وعلا: نظر إليه ربه وأعتق رقبته من النار وغفر له ذنوبه. رقبتك تعتق بس بشرط أن تصوم.